في ليلة منتظرة وفي ليلة كبيرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وكل الدعوات للزعيم السداوي أكرم يحاول يتقدم أكرم لعبد الكريم، كرة المطلوب والصحيح، هذه فرصة للاستقلال، همام كرة للأمام وبرافو حارس المرمى. في الجهة اليسرى انطلاقة ومحاولة مرور، مجهود فردي وتسديدة، لكن الكرة، لكن هذا كان بطل العالم في يوم، كان بطل العالم في يوم، وكرة عرضية للزعيم الهيدوس، الكرة معاه، يا سلام، مر الهيدوس بيسدد، الله، الكرة لبغداد، بغداد، الكرة معاه، يمرر، الله، على خطى شقيقة، على خطى شقيقة، الكرة ملعوبة لهم همام، هذه فرصة، يسجل الاستقلال هدف التعادل لتصبح النتيجة 4-2، هدف التعادل الذي يسجل عن طريق روح الله باقري في هذه اللحظات، وخطأ من مشعل برشم الذي ما زال يفتقد للخبرة والتجربة، وبالتالي التسديدة رغم انها لم تكن بتلك القوة، لكن الكرة عدت ومرت وسجل من خلالها الاستقلال. ولدينا خطأ للاستقلال، كرة بتلعب والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، الكرة الهيدوس، الله الله الله، على كنترول جافي، كنترول جافي، يبحث عن التمرير جافي، الكرة معه بيسدد، الله، جافي على تنفيذ الركنية للزعيم، الكرة بتلعب عالية والرأسية، لكن الكرة أكرم، أكرم، عفيف عفيف عفيف، الله، لكن مرت قبل نهاية الشوط الأول. وفي هذه اللحظات السيد محمد تقي الجعفري، منطقيا وواقعيا وبهذه الأسماء، المطلوب هو عدم التهاون والبحث عن هدف ثاني، وهذه كرة، هذا ما كنت أتحدث عنه، يسجل الاستقلال الهدف الثاني في هذه المباراة، 2-1 أصبحت 4-3، والخطر اقترب أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي المطلوب الآن من السيد جوزفالدو فيريرا والمطلوب من لاعبي السد استشعار الخطر في هذا الموقف، ما لديه من الثقة الكبيرة، لكن الهيدوس يقطع الطريق ويكسب خطأ في هذه اللحظات، وبطاقة حمراء في هذه اللحظات يا زعيم، هو المطلوب في الدقائق القادمة، تشافي، كرة بالكعب لأكرم مجددا، لتشافي، تشافي لبغداد، أكرم، أكرم، يا الله، أكرم للأمام، عبد الكريم، الله 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 الله، القائم تدخل، أكرم لجافي، جافي بيمرر، بعيد الكرة، أكرم بيسدد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، الطريق إلى شباك الاستقلال بقدم من، الله، ولدينا انطلاق الآن، جافي في اليمين، الهيدوس والتسديد، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، لكن تبعد ممتازة من جابي، تعود مرة أخرى، تسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، اللي أصبح على اليمين بعد دخول ياسر أبو بكر، شافي، بنجاح، بنجاح، بيسدد، لا وجود لمساندة، عادت مجددا، بغداد راح، انطلق، راح، بغداد، بغداد، بنجاح، الله، مثل هادي يا بغداد، مثل هادي يا بغداد، خلصها يا زعيم، خلصها يا زعيم، الله، ركلة جزاء، خلصهم يا بنجاح، بغداد، الله، يحتسب للاستقلال، للكرة، يا الله.